السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. يوم امس كنا هضرنا على وزير الخارجيه الجزائري اللي كان في الامم المتحده، واللي كان الموضوع هو مشاركه النساء في السلام والامن الدوليين، وخلى هذا الموضوع هذا ومشى كيهضر على الصحراء المغربيه، واللي كان له بالمرصاد نائب السيد عمر هلال عمر القادري اللي عطاه علاش كيدور. وقلت لكم بالتحديد بان دابا ارى البكا والشكا من الجزائريين، خصوصا ان المغرب ذكر منطقه القبائل اخر مستعمره في افريقيا. يلا قلتها لكم البارح، اليوم صبحوا كيتباكاو وكيتشكاو علينا عاوتاني في الامم المتحده، وقالك علاش المغاربه جبدوا المنطقه ديال القبائل وحنا ما هضرناش عليهم. اويلا ما هضرناش عليهم، وديك الصحراء المغربيه اللي هضرتوا عليها ديال من ديال خالتك ولا كيفاش ما هضرناش على المغرب هو جبد لنا منطقه القبائل؟ راه هضرتي على الصحراء المغربيه، وحنا قلناها لكم وغنبقاو دائما ناكدوها لكم. كنا كنحشمو، كنا كنحتارمو، كنا كنديرو شويه بالجوره، وهذه دابا راه تولي تجبد الصحراء المغربيه، عاد تبقى تسمع خل ودنك. فبدا كيتكلم على الممارسات وكذا، ودابا حنا عاد نهضروا على الصحراويين ونهضروا على كذا ونهضروا على كذا. خلوه تسكت، يا وجات له واحد دبلوماسيه مغربيه تما، الله يا ربي الله يا ربي الله، ونكداتو لهم عراتهم قدام الامم المتحده على الممارسات اللي كدار في تيندوف، هذوك السكان اللي محتجزين تما. علاش في القرار الاخير اللي خرج دابا بانهم يديروا الاحصاء للسكان ديال تيندوف ما بغاوش؟ راك الاستفتاء اللي ما بغاوش يديروه للسكان ديال تيندوف، دير له اخويا الاستفتاء، واش باغي تجلس هنا ولا ترجع لبلادك المغرب؟ ما بغاوش يديروه، نكداتو لهم. وفي الاخير وقالت له تعال نعاودك على المنطقه ديال القبائل وداك الشيء اللي كيطرى في منطقه القبائل، راه قلناها لكم غنبقاو ناكدوها لكم، كنا كنديروا بالحق ديال الجوره، دابا راه تولي تجبد في الامم المتحده الصحراء المغربيه غنضربوك لهاد البلاصه. عرفتي هاد القروشه هادي؟ النفس ما عتبقاش تطلع، عتبقى تضرب دابا لهنا، وحنا عارفينكم حيت دابا نتوما سارقين منطقه القبائل، فين ما غنجبدوها لكم البكا والتعرعير، ودابا غنبقاو نجبدوها في اي حوار وفي اي جلسه تجبد فيها الصحراء المغربيه منطقه القبائل اخر مستعمره في افريقيا غادي تبقى تجبد، والملف ديالها غنخدموا عليه دابا باش يدخل الامم المتحده. سالاش معكم الهضره، لان ملي كيكون واحد الموضوع بعيد على المغرب وكتخشيو فيه المغرب والصحراء المغربيه، اش علاش نبقاو حنا كنحترموكم ودايرين لكم هذا الحساب هذا؟ اش بد لي القبائل اخويا نوقفوا مع هاد الرجال هادو؟ باعتراف ديال الجزائريين ارجل منطقه كاينه تما هي المنطقه ديال القبائل، هادوك هما الرجال كيقولوها وكيعاودوها دائما، وما نوقفوش مع هاد الرجال الحشومه. قلت لك دابا تولي تجبد المنطقه ديال الصحراء المغربيه في الامم المتحده، هاد البلاصه هادي عتهرس. غنبقاو دائما نوقفوا مع هاد الرجال هادو ديال المنطقه ديال القبائل. فالله يعطي الصحه لهاد الدبلوماسيه المغربيه، الا قلتي مرا مغربيه في حلا وعرات لي هاد الشمايت في وسط الامم المتحده. ما نطولش عليكم، نخليكم مع تدخل ديال هاد الجزائري وكيفاش قالك حق احنا ما هضرناش على المغرب ما جبدناش، هو كيهضر على الصحراء المغربيه بحال ديال مو خلاتها له خالته في الورد. ولكن عجبتني فيه المغربيه، الله يعطيها الصحه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. I thank the representative of Bahrain. أشكر ممثل البحرين على هذا البيان. ممثل الجزائر قد طلب الكلمة للتقدم ببيان إضافي. أعطي الكلمة للجزائر. شكرا سيد الرئيس، أنا بوفد بلادي الكلمة للإدلاء بمداخلة إضافية من باب الرد على ما جاء في كلمة ممثل المغرب التي أقل ما توصف بها أنها شديدة الصفاقة ومبعث الاستغراب من جانبنا، على اعتبار أن كلمة الجزائر لم تتطرق لوضعية النساء ببلاده لا من قريب ولا من بعيد، ولن نرد على ما جاء فيها من كذب وافتراء يوضح دون لبس حالة التردي التي وصلت إليها بلاده. السيد الرئيس، من هذا المنبر أود التأكيد على النقاط التالية. أولا، لا يمكن التطرق لموضوع اليوم المرأة السلم والأمن دون الحديث عن النساء اللائي يقعن تحت طغيان الاحتلال وتجبره، ونجدد من هذا المنبر تحياتنا لجميع النساء اللائي يقارعن قوى الظلم والاستعمار في كل مكان خاصة بفلسطين وبالصحراء الغربية، ونقف وقفة إجلال أمام تضحيتهن. إن المرأة الصحراوية شاء ممثل المغرب أم أبى جزء من شعب لا يمكن لأي قوة استعمارية إلغاء وجوده، شعب يرزح تحت طغيان الاحتلال أخذ أرضه وسلبه أبسط حقوقه، شعب يتطلع للحرية والانعتاق من ربقة الاحتلال، وهي رغم كل ما تعانيه من ويلات تتعرض لها على يد قوة الاحتلال تبقى تناضل في سبيل التمتع
بحقوقها غير القابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير. ثانيا، إن ممارسات الاحتلال وانتهاكه لحقوق الإنسان والاضطهاد الممارس من قبله مرفوضة ومدانة، وقد وثقها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم لمجلسكم الموقر. هذا التقرير هو آخر التقارير التي على كثرتها تتوحد على انتقاد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وتجلي الوجه البشع للاحتلال بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها، حقائق ترب الانتهاكات التي تعرضت لها مناضلات من أمثال سلطان خيا، أمينة حيدر وغيرهن من النساء الصحراويات الكثير، رموز لنضال شعب يأبى الانكسار أو التخلي عن حقوقه. أخيرا، لا أحد بإمكانه أن يصادرنا حق الدفاع عن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والساعية لتقرير مصيرها. وأؤكد على أن شعب الصحراء الغربية هو شعب يقع تحت الاحتلال رغم الأبواق التي تحاول في كل مرة تحريف الأمر عن حقيقته. هذه الحقيقة التي ومثل ما أكدها السيد الأمين العام في تقريره الأخير 78249 هي مسألة تصفية استعمار. ولا يمكن لأحد أن ينكر على السيد الأمين العام تقريره الذي يؤكد وأقتبس: يتناول مجلس الأمن الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلم والأمن، داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. وتتناولها لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، واللجنة الخاصة بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. نهاية الاقتباس. إن الحقيقة واضحة، إن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار ينظر إليها من هذا المنظور على مستوى هيئات الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس. أشكر مندوب الجزائر على بيانه. مندوب المغرب قد طلب الكلمة للإدلاء ببيان إضافي. الكلمة للمغرب. Merci monsieur le président. شكرا السيد الرئيس. اضطر وفدي للطلب لإدلاء بيان إضافي بسبب المداخلة المليئة بالحقد التي أدلى بها مندوب الجزائر البارحة. 98 وفد وأمين عام وكذلك المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلة المجتمع المدني لم يتطرقوا لا عن قرب ولا عن بعد إلى موضوع الصحراء المغربية، لأن هذا الموضوع لا علاقة له بتاتا بهذا النقاش. ولكن كعادتها الجزائر هي تحاول أن تسمم هذا النقاش من خلال الإشارة إلى الأجندة المدمرة التي تملكها الجزائر لهذه المنطقة من أفريقيا. ويجب أن تخجل الجزائر في الإشارة إلى هذا الموضوع في حين أنها تسجن النساء والأطفال في مخيمات تندوف التي ترقى إلى مستوى السجون. النساء يتعرضن لانتهاكات فظيعة لحقوقهن برقابة وموافقة السلطات الجزائرية، والمرأة تعيش تحت سيطرة البوليساريو الذي ينشر الرعب ويمارس الاسترقاق والاستغلال الجنسي في هذه المخيمات. الصحافة الدولية كشفت أن أكثر من 150 فتاة يحتجزن رغما عنهن في هذه المخيمات، ومن هنا نجيب بالقاسم
وبطبيعة حافظ وكثر من الفتيات اللواتي وقعن ضحية السفاحي البوليساريو والانفوس في صالح إبراهيم غالي الذي يلاحقه القضاء الأوروبي للاغتصاب والاعتداء الجنسي وجرائم ضد الإنسانية ضد السيدة خديجة تلحوم بالذات. والأطفال ولا سيما الصغار الفتيات في مخيم تندوف يتعرضن كذلك لانتهاك حقوقهن ويتعرضن ليل نهار إلى الفكر المتطرف والاستغلال. والأسوأ هو أن العالم ذهل لأشرطة فيديو صورت في مخيمات تندوف تبين موجات متتالية من تجنيد الأطفال فتيانا وفتيات من قبل البوليساريو. هؤلاء الأطفال يضطرون الانضمام إلى الوحدات المسلحة ويسلحون يحرمون من حقوقهم الأساسية ومن طفولتهم من براءتهم ومن المدرسة. ممارسات تجنيد هؤلاء الأطفال المحتجزين في المخيم ممارسات مدانة بتآمر البلد المضيف الجزائر وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الأطفال الأساسية. هذه الممارسات مماثلة لممارسات المجموعات الإرهابية كالقاعدة وداعش والجزائر والبوليساريو يجب أن يسأل عن هذه الجرائم الشنيعة أمام العدالة الدولية. السيد الرئيس، حتى المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف تحول بشكل ممنهج وواسع النطاق. في تقريره المعنون التقرير الاستراتيجي الخاص بالجزائر في العام 2023 أعلن البام أن مصادر تبين أن المساعدات الإنسانية تحول عن وجهتها منذ سنوات ويتم استبدالها بمنتجات أقل نوعية يتم بيعها في المخيمات. وأحد نتائج هذا الوضع هو شح كبير في المواد الغذائية الأساسية بما فيها الأغذية الموجهة إلى الأطفال والرضع. السيد الرئيس، التقرير يعطي كذلك أدلة عن بيع المساعدات الغذائية في منطقة تندوف والبلدان المجاورة ويشير إلى عدم وجود رقابة مباشرة من قبل برنامج البام على توزيع المواد الغذائية داخل المخيم وعدم إمكانية وصول موظفيه إلى داخل المخيم ولا سيما إلى المخازن. ونتساءل كيف تجرؤ الجزائر أن تخاطب المجلس وأن تتطرق إلى موضوع الصحراء المغربية في حين أنها مع البوليساريو تسرق المواد الغذائية الموجهة إلى المحتجزين في تندوف. الجزائر تستمر في انتهاك القانون الإنساني الدولي معتذرة على تسجيل سكان مخيم تندوف بالرغم من تنديد هذا المجلس بذلك منذ العام 2011. لماذا؟ الإجابة واضحة وبسيطة، إن مسح هؤلاء السكان سوف يكشف المهزلة التي تحاول الجزائر من خلالها أن تقنع الأسرة الدولية من خلال تضخيم أرقام هؤلاء المقيمين. هذا المسح ومقابلات مباشرة مع سكان مخيم تندوف ستسمح لهم بأن يختاروا أحد الحلين الدائمين اللذين المقدمين من القانون الدولي ولا سيما العودة طوعا إلى الصحراء المغربية. ولكن الجزائر تعرف تماما أنهم سوف يختارون العودة إلى الصحراء المغربية بدل أن يبقوا على أراضيها، وبالتالي ستخسر هذه الورقة التي تستخدمها. إذن كما قلت، المسح سوف يحرم البوليساريو والمسؤولين الجزائريين من المال الذي يتم كسبه من بيع المساعدات الإنسانية كما يؤكد تقرير البام ليناير 2023 وتقرير مفوضية اللاجئين قبل ذلك. مجلس حقوق الإنسان في 2022 والسيدة ميشيل باشلي قد أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجزائرية مشيرة، أقتبس في الجزائر تشغلني القيود المتزايدة على الحريات الأساسية بما في ذلك تزايد عدد التوقيفات والاحتجازات بحق مناصري حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسيين، وأدعو الحكومة إلى تغيير هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الشعب
بحرية التعبير والتجمع والتنظيم. كما أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع وضع مناصري حقوق الإنسان السيدة ماري لولر قد قالت في بيان نشر في فبراير الماضي، أعربت إذن عن قلقها إزاء القمع المتزايد بحق المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية على أثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتجمع من أجل العمل الشبابي، وهما من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. وأعلنت أقتبس إن الترهيب وفرض وكم الأفواه وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتوقف. وقالت نعرب عن قلقنا إزاء العديد من أحكام القانون الجزائري المتعلق بالتنظيمات والتي تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأود أن أضيف فقرة السيد الرئيس لكي أوضح لكم ما هو وضع شعب الكابيل. أكثر من 8 ملايين شخص يعيشون محرومين من تطلعاتهم المشروعة ومن حقوقهم الأساسية، منها الحق في تقرير المصير. ممثلوها المشروعون يتعرضون للاضطهاد حتى عندما يتعرضون للمنفى القصري، ولم يعد مقبولا في أيامنا هذه أن يكون شعب القبيل الباسل يخضع لكل هذه الانتقامات لمجرد مطالبته بالحق في تقرير المصير. والأمم المتحدة ملزمة أخلاقيا وسياسيا بالتعويض عن هذا الظلم التاريخي بحق القبيل الذي هو من أقدم سكان أفريقيا. وأخيرا السيد الرئيس، ليس هناك من نساء صحراويات، هناك نساء مغربيات أصلهن من الصحراء المغربية و تماما على غرار النساء في كل مناطق المغرب من طنجة إلى كل المناطق الأخرى، كلهن مغربيات وسيبقون مغربيات. وشكرا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تشكروش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.